السلام عليكم، ازيكم؟ ليفربول بيقع في فخ التعادل قدام نادي برايتون. لا سوري انا اسف، انا غلطت. برايتون هو اللي بيقع في فخ التعادل قدام فريق ليفربول، لان حقيقة النهاردة بالنسبة لنادي برايتون فهو عمل كل حاجة حلوة تشوفها في كرة القدم. النهاردة الفريق دوت بالمدرب الجديد بتاعه باول ماتش يلعبه مع الفريق على ملعب انفيلد في مباراة صعبة قدام ليفربول، عرف يهاجم امتى، عرف يدافع امتى، عرف يستغل الثغرات اللي في خط دفاع فريق ليفربول، عرف يلعب على الاخطاء البدائيه اللي في خط دفاع فريق ليفربول. كلامي هنا على ترينت الكسندر ارنولد اللي جايين له كمان شويه. اما حقيقه بالنسبه لفريق ليفربول فهو من سيء لاسوا، مفيش بصيص الامل تقدر تشوفه في فريق ليفربول. النهارده يورجن كلوب دار الماتش بشكل وحش جدا. انا اول مره استغرب من التغييرات اللي بيعملها يورجن كلوب، وتستمر برايتون هي الشوكه اللي في زور فريق ليفربول على ملعب انفيلد. من 3 سنين فريق ليفربول على ملعبه ملعب انفيلد مش قادر يفوز على فريق برايتون. الموسم اللي قبل اللي فات اتعادل مع برايتون على ملعب انفيلد، الموسم اللي فات خسر من برايتون على ملعب انفيلد، والموسم ده بيهرب من هزيمة تاريخية قدام نادي برايتون في مباراة شهدت 6 أهداف سجل فيها اللاعب تورسر نجم نادي برايتون ونجم المباراة من وجهة نظر الشخصية، سجل هاتريك على ملعب أنفيلد عشان يكون أول لاعب من 2009 يسجل هاتريك على ملعب أنفيلد. أرقام سلبية بالكيلو فريق ليفربول النهاردة بيحققها. قبل الماتش ده أي مدرب جديد بيبدأ أول مباراة ليه مع الفريق بتاعه قدام ليفربول على ملعب انفيلد بيخسر المباراة. النهاردة بقى مدرب نادي برايتون اول مباراة ليه مع الفريق على ملعب انفيلد ملعب ليفربول ما بيخسرش، بيتعادل. ايه اللي حصل في الماتش وايه هي مجريات المباراة وايه هي اهم الاحداث اللي حصلت في الماتش؟ هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل، ولكن دايما وابدا والله انا مكسوف منك اقول لك اعمل لايك، فانت اعمل لايك، ما تعملش حاجة ترجع لك انت. انا عن نفسي خلاص الامل اللي كان عندي في فريق ليفربول هو يرجع خلاص، مفيش خالص، ما تكلمنيش. انت عندك يوم الثلاثاء الجاي رينجرز في دوري الابطال، يا عالم الله اعلم، توقع اي شيء. بعد كده عندك ارسنال في الدوري، ارسنال اللي برضو جاي له كمان شويه. بعد كده عندك رينجرز تاني، بعد كده بقى عندك بقى ايه ليفل الوحش البعبع الكبير مانشستر سيتي اللي عمره ما هيسيب فرصه شبه ديت يعرف ان هو يضرب فيها فريق ليفربول بفضيحه. هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل، فنبدا بصراحه على النبي ويلا بينا نخش في التفاصيل. هبدأ معاك منين؟ هبدأ معاك من ترينت ألكسندر أرنولد. مش ممكن يا جماعة، ده مش لاعب كرة قدم. النهاردة أخطاء بدائية، أخطاء ساذجة، ما تطلعش من مدافع بحجم ترينت ألكسندر أرنولد بيلعب في فريق ليفربول. النهاردة مش ممكن التلات أهداف جايين من الأخطاء بتاعت أرنولد ومن الجهة بتاعت أرنولد، ودي حاجة أنا لا أقلل من قيمة برايتون والأداء اللي هم عملوه النهاردة في الماتش، ولكن برايتون عرفوا يلعبوا ازاي على الثغرة بتاعت ليفربول والاخطاء البدائية اللي كان بيعملها ارنولد. وانت برضو عم يورجن كلوب مش ممكن خالص ان انت شايف قد ايه ارنولد مستواه في الارض وانت برضو حتى مش بتعاقبه، مش بتعيده على الدكة. احنا النهاردة ازاي عرفنا ان مدرب منتخب انجلترا قعد ارنولد على الدكة وما لعبهوش في ماتش المانيا وماتش ايطاليا؟ ده انت حتى يا كلوب مش قادر تبني منظومة دفاعية تدافع حتى ككتلة واحدة، حتى مش لاقي لاعب يرجع يساند ارنولد. لو الراجل وحش يا عم وقف واحد معاه يسانده، ده احنا في اخر الشوط الاول وفي معظم الشوط الثاني كنا بنلاقي صلاح بيسيب ادواره الهجوميه وبيرجع يقف مكان ارنولد يدافع معاه. مش هتكلم على ارنولد بتاع الناحيه الهجوميه، لان حقيقه ارنولد على مستوى الناحيه الهجوميه فهو من احسن 5 باكات في العالم بيعملوا الادوار ديت، ولكن دفاعيا مفيش خالص، بطيخ ابيض يا ورد. اللي انت اصلا مهمتك الاولى الدفاع، فانا اتمنى واتوقع ان شاء الله ان كلوب يعاقبه وعلى الاقل حتى يعدوا ماتشين ما يلعبش. نفس الاخطاء البدائيه في خط الدفاع ونفس عدم التمركز في خط الدفاع. النهارده كالعاده فيرجيل فان دايك برضو لازم ياخد حقه من الكلام الجميل جدا اللي احنا بنقولوه. فيرجيل فان دايك اللي كالعاده ما بيضغطش على المهاجم، بيقعد يحلق بس ولكن ما بيضغطش، الراجل بيخاف على برستيجه، ودي حاجه انا ما احبهاش في فان دايك وما احترمهوش فيها. انا احب المدافع اللي يهين نفسه على الكوره، خش خلي مدافع يوقعك على الارض مش مهم، هو ده المدافع بجد اللي يهين نفسه على الكوره. وبالنسبه لجوال ماتيف فهو الراجل يعتبر افضل لاعب في خط الدفاع، اما بالنسبه لسيميكاس فالراجل بيسد الخانه عمال روبرتسون يرجع من الاصابه. ده بالنسبه لخط الدفاع. اما حقيقه بالنسبه لخط النص فانا كنت شايف خط النص جميل جدا النهارده، يعتبر افضل خط
بعد خط الهجوم النهارده في الملعب مكون من هندرسون وتياجو الكانترا وفابينيو. خط نص جميل جدا، متوسط الى حد ما، كان عاجبني الى حد ما. خط الهجوم بقى، وهنا برضو اللي عندي نقطه عايز اتكلم عليها. طيب صلاح تمام التمام، فيرمينو تمام التمام، ليه تبدا بهارفي كالفاريو؟ ليه تحرق الولا في بدايه الماتش وتخرجه في الشوط الثاني؟ ما تبدا عادي بلويس دياز يا عم، ليه تتفلسف يا عم كلوب؟ ابدا عادي بلويس دياز، والشوط الثاني يا عم لو لويس دياز غير موفق خرجه ونزل هارفي كالفاريو. انما انت بدات بهارفي كالفاريو، حرقت الولا من اول الماتش وما استفدتش منه بحاجه وخرجته في الشوط الثاني ونزلت لويس دياز. الشوط الاول طبعا كان 2-0 لبرايتون وكانوا متقدمين فيه، ولكن اعتقد النقطه الفاصله في المباراه اللي ادت حتى الامل لفريق ليفربول وهو الهدف اللي سجله روبرتو فيرمينو بصناعه محمد صلاح. النهارده بص على محمد صلاح يا جماعه، الراجل لو مش بيسجل بس دوره اكبر في الملعب. النهارده محمد صلاح يا جماعه من غير ما يبص على فيرمينو جاي وراه بيديله الاسيست، والراجل مفيش تسلل تماما في الكوره، رجله ورا رجل المدافع. النهارده صلاح يا جماعه ده الفرق ما بين اللاعب الكبير واللاعب الصغير، من غير ما يبص على فيرمينو ادوله الاسيست وفيرمينو جه حط الجون. وهنا تعرف اهميه الدويتو والثنائيه ما بين فيرمينو وصلاح. الهدف ده هو ده اللي كان النقطه الفاصله في المباراه اللي رجع الامل لفريق ليفربول ان هم يعودوا في الشوط الثاني. دخلنا بقى الشوط الثاني، ففريق ليفربول حقيقه الله اكبر عليه، لازم برضه نديله حقه، كان ماسك زمام المباراه، كان هو اللي بيهاجم، مشكل الضغط العالي، مستحوذ على المباراه تماما، متحكم في كل ظرف المباراه، وبالفعل سجل الهدف الثاني التعادل، والهدف الثالث اللي سجله المدافع في نفسه. وبعد تسجيل الهدف الثالث بقت النتيجه 3-2 لفريق ليفربول. كنت انا بطلع اقول لك ايه بقى، ليفربول عمل ريمونتادا، ليفربول قلب الطاوله على فريق برايتون، فانا كان نفسي اقول لك الكلام ده، ولكن حقيقه بعد ما ليفربول سجل الهدف الثالث فريق برايتون خرج من منطقته، بدا بقى ان هو ايه يفك الشفره الدفاعيه اللي كان عاملها، خرج من منطقته وبدا يهاجم وبدا يفتح ملعب، ودي حاجه طبيعيه، الفريق خسران عايز على الاقل يعدل النتيجه، فحاجه طبيعيه ان فريق برايتون يخرج من منطقته. انما بقى مش الطبيعي ان فريق ليفربول يتراجع كده اهو، تراجع قفل دفاعاته، عايز بقى يحافظ على النتيجه اللي هي 3-2. فالنتيجه ان هو لبس هدف التعادل 3-3، وبعد بقى ما كان هو بيحافظ على النتيجه بقى برايتون هو اللي بيحافظ على النتيجه وقلب الدنيا كلها على نفسه، ودي حاجه انا ما حبيتهاش، ودي حاجه من اسباب النهارده التعادل مع برايتون. لان انت النهارده بعد ما سجلت الهدف الثالث وخلاص متقدم في النتيجه، استمر بقى في النسق اللي انت فيه، استمر في النسق اللي انت فيه، ماسك كوره، مستحوذ، بتهاجم، مشكل الضغط العالي اللي انت كنت متميز بيه في اغلب الشوط الثاني في اوله كده اهو. امسك لي بقى يورجن كلوب وتعالى بقى ايه اكلمني على التغييرات الفلسفيه اللي هو عملها النهارده. واحد، بدا بهارفي كالفاريو وريح لويس دياز، وانا كلمتك على حوار هارفي كالفاريو ان هو بدا بالولد، حرق الولد في اول الماتش وما استفادش منه بحاجه ولا استفاد بلويس دياز. 2، خروج فيرمينو، انت شايف الراجل متوهج ومسجل لك هدفين وفي افضل ايامه وفي افضل حالاته، ليه بتخرج فيرمينو وتنزل جوتا؟ لو انت عندك مثلا ماتش صعب هقول لك ماشي، انما انت برضو رينجرز برضو على قد ايدك، اه ممكن تعمل قدامك مفاجاه ولكن برضو على قد ايدك، لو بدات بجوتا جوتا يصد قدامهم. فانت تاني غلطه روجن كلوب عملها ان هو خرج فيرمينو. 3، خروج سيميكاس ونزول جيمس ميلنر. سيميكاس الحسنه الوحيده اللي كانت في خط دفاع فريق ليفربول بعد جوال ماتب، خرجت سيميكاس ولعبت لي جيمس ميلنر باك شمال. هو من امتى يا جماعه جيمس ميلنر بيلعب باك شمال؟ اذا كان جيمس ميلنر اصلا وظيفته الاساسيه نص ملعب، حاليا بيقدم ضحك فيها، ولما بتلعبه باك يمين برضه بيقدم لك ضحك. النهارده بقى يورجن كلوب بيكتشف اكتشاف جديد في جيمس ميلنر وبيلعبه باك شمال، فدي تالت غلطه يورجن كلوب عملها النهارده. 4، نزول داروين نونيز في الدقيقه 90. يعني انت شايف نفسك خسران او حتى متعادل، طب بدل ما تنزل جوتا نزل يا عم نونيز، على الاقل الراجل حتى ياخد بقى فرصته. انما انت داروين نونيز حقيقه دافع فيه فوق ال 80 مليون ورميه على الدكه، ولما بقى افتكرت ولما عوزته بتنزل راجل في الدقيقه 90 عايزه يسجل لك هدف، ده لو لاعب فضائي مش هيعملها يا عم. ففي النهايه ليفربول ما يستحقش غير النقطه ديت، لان حقيقه فريق برايتون النهارده مزجني وكيفني وعاجبني، وانا مش هطلع طب لفرقتي اللي هي ليفربول. ختاما يا رب اكون شرحت لك الماتش بشكل مبسط، ويا رب وفق صلاح ووفق اللعيبه العرب. كان معكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكوره، ونشوفكم في حلقات جايه جديده.